يعني تكره البنات في الأب ممكن يوصل الخلاف إلى هذا الحد؟ ممكن أكيد. يعني لو أنا روح وشوف أبوك حتى لو وحش طبعا إن ده أبوك. أنت لفيت على كل القنوات اتهمت القضاء بالرشوة، بدل ما تربي بنتك اتهمته بالرشوة واتهمت الشرطة بالرشوة. أخو هشام سليم وعم نور يوضحوا كيف سيتم احتساب ميراث نور هشام سليم المتحول. يسرى تنصح نور هشام سليم لازم نجوزك قريب، مش هينفع تفضل من غير جواز. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نورة كبيرة. يسرى تنصح نور هشام سليم لازم نجوزك قريب، مش هينفع تفضل من غير جواز. قالت الإعلامية منى الشاذلي إن الفنان الراحل هشام سليم ابن أصول وفنان كبير وراقي، فالراحل عانى في صمت ورحل في سلامة. وأضافت خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي أن هشام سليم تحمل الكثير في فترة مرضه، وأن جميع أعماله الفنية كانت مميزة للغاية، وسيظل الجميع يتذكرها بالخير. وتحدثت منى الشاذلي عن سر بينها وبين هشام سليم كان من عام ونصف قائلة: كنت في جنازة واتصلت بهشام من أجل السلام عليه وأسأله عن سبب غيابه، فأخبرني أنه مصاب بسرطان ويحصل على كيماوية، وطلبني بحفظ السر وعدم الإفصاح به لأي حد. ولفتت منى إلى أنها ظلت كل فترة تتحدث معه، ولكن قبل الوفاة اتصل بها وأكد له أنه في المرحلة الأخيرة والرابعة من المرض، مضيفة: شعرت بصدمة عندما سمعت أنه في الفترة الأخيرة وأنه كان يتعايش مع المرض بسلامة. وقامت منى بعرض جزء من حلقة سابقة له مع الراحل هشام سليم من 5 سنوات. هل تم ضرب ياسمين عبد العزيز في عزاء هشام سليم من نور ابنه؟ قام الفنان أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية بالكشف خلال برنامج اي تي بالعربية عن حالة يسرى النفسية بعد رحيل هشام سليم، وهي من الأشياء التي يريد معرفتها جميع محبيها، خاصة بعد انهياره أثناء تشييع جثمانه. وقال الفنان أشرف زكي: فقدت إنسان رفيع الخلق وتشرفت أننا اشتغلنا مع بعض في النقابة. أما عن حالتي الفنانة يسرى النفسية قال: بتعيش في صدمة كبيرة وكانت في الجنازة تعبانة جدا، ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا. ياسمين عبد العزيز تنهار وتكشف سبب اعتداء نور هشام سليم عليها. أغرب من الخيال، هكذا كان يصف الفنان الراحل هشام سليم قصة زواجه من نادية غالب التي عاش معها أكثر من 15 عاما، حيث تزوج منها عام 2004 عقب وفاة والده بعامين فقط. وسرد الراحل هشام سليم تفاصيل قصة الحب التي جمعته بنادية غالب في العديد من البرامج التلفزيونية، مؤكدا أن الأمر جاء عن طريق الصدفة، حيث تلقى في عام 2003 رسالة على الميل الخاص به من امرأة تدعى نادية في ذكرى راحل والده صالح سليم، تقول فيها: الله يرحم الوالد، انت ما تعرفنيش لكن احنا قرايبك في السعودية. واضاف هشام قائلا: انا عارف ان عندنا عائلة في السعودية، لكن لا اعلم سوى من يأتوا لزيارتنا في القاهرة. ثم بدأنا في الحديث لفترة طويلة الى ان عجبت بها وبشخصيتها عن طريق الميل فقط، وعند نزولها لمصر مع اسرتها قررت التقدم لها والزواج منها. اول بيان عاجل من اخو هشام سليم على دعوة تقسيم الميراث على بناته وزوجته. هاجم الإعلامي محمد الغذي بعض الدعاة الذين تناولوا بالسلب حياة الفنان هشام سليم بعد وفاته، وأضاف خلال تقديم برنامج تقدر مع الغذي المذاع على قناة الشمس: أنا كنت أعرف حكايات كتير عن هشام سليم، كان يصنع الخير في صمت وتابع. اللي ديان إنه بعض المشايخ طلعوا يتكلموا عن سيرة هشام سليم، وهل هو في الجنة ولا في النار؟ وأنت مالك؟ ويقولوا هالبنت اللي تحولت لابنها ده حلال ولا حرام؟ وهردفة أي حد بدان يتكلم عن فنان مرفوض، أنت مش وصي ولا رسول ولا مندوب ولا للهية ولا الإسلام، وما عندكش ساق تدخل فيه الفنان جنة ولا نار. وكشف المخرج أحمد مدحت عن علاقته بالفنان الراحل هشام سليم، مؤكد أنه كان حساسا ولم يتاجر بالمرض يوما ما، وكتب عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك منشورا نصه: يوم وفاة والدة الفنانة فدرة رحنا لها أنا وأيمن أخوي البيت عشان نعزيها، وكان هناك المنتج كريمة وزكري وزوجته السيدة هديل والمطرب بانشوكا والفنان حازم سميرة. وبعد كده جاء هشام سليم وكان لابس شورت لانه كان جاي من الجيم. هشام بيهموش المظاهرة، هو جاي يعمل الواجب وخلاص، مش مهم بقى اللبس ايه. الغريب في الامر انه فدرة لاحظت انه خسس جدا فسألته، فقالها ده ستايل جديد، لكن فدرة ما اقتنعتش وشكت بعد الحاح منها اكتر من مرة. وافق هشام على عمل تحاليل. بيان عاجل من اسرة هشام سليم بعد طرد الفنانة ياسمين عبد العزيز من الفنان الراحل. شارك القارئ أحمد إبراهيم اللبدي من إيتاي البارود محافظة البحيرة
عبر خدمة صحافة المواطنة باليوم السابع بصورة البورتري للفنان الراحل هشام سليمة. وقال القارئ في رسالته: حرصت على رسم البورتري للفنان الراحل هشام سليمة تقديرا لما قدمه من عمل فنية قيمة، صدمة كبرى تلقاها الوسط الفني المصري والعربي برحيل الفنان هشام سليمة ظهر أمس الخميس عن عمر يناهز 64 عاما، ليرحل بجسده ويترك من خلفه إرثا فنيا كبيرا تجاوز 100 عمل فني كان آخرها المسلسلات التي شارك فيها وعرضت العام الماضي. هشام سليمة الذي فضل العزلة والابتعاد عن الجميع وعدم التعليق على مرضه في أيام الأخيرة، كانت لرحلته كواليس متنوعة، وجاءت بدايته وطفل في فيلم إمبراطورية ميمة، ولسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة التي اختارت هشام سليمة كي يقدم دور أحد الأبناء. لكن الأب صالح سليمة الذي قدم عدد من الأفلام السينمائية كان يرفض مشاركة ابنه في التمثيل وهو في سن صغير، واستطاعت فاتن حمامة أن تقنع صالح سليمة، خاصة أنها تعاونت معه من قبل في فيلم الباب المفتوح الذي عرض في عام 1963. مرتضى منصور يعلق على ضرب ياسمين عبد العزيز وطردها من عزاء هشام سليمة. تحدث المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب خلال لقاء على قناة العاصمة في نقاط عديدة، ووقف عند جزئية هامة من وجهة نظره كنواب، ورى أن أزمة الأخلاق ازدادت بشكل كبير للغاية، ولو كل أب قام بتربية أبنائه بشكل جيد لم يتواجد ولم يظهر إلينا حالات مثل مالك. وأكد المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب أنه شاهد ابنة الفنان هشام سليمة وهي تعتدي على الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال: بنتك سكرانة ولت الأدب، ربي بنتك يا هشام. وأوضح منصور في مداخلة لبرنامج انفراد المذاع على فضائية العاصمة مساء أمس الخميس أنه شاهد ابنة هشام سليمة تعتدي على الفنانة ياسمين عبد العزيز أمام أبنائها وهي في حالة سكر، ورفضت الذهاب للمحكمة للإدلاء بشهادتي. وأكد عضو مجلس النواب أنه تدخل للصلح بين ابنة هشام سليمة والفنانة ياسمين عبد العزيز، ولكن هشام سليمة رفض التصالح. وفي الأسبوع الماضي انتابت المصريين حالة من الحزن على رحيل هشام سليمة الفنان الجميل الذي كانت له شعبية وحضورا بين المثقفين المصريين وأبناء الطبقة الوسطى قبل أن تنقرض الظروف المعينة. وأنا حزنت لوجه مشرف على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، وأذكر له أدواره في المسلسلات التي كتب عليها أن تعيش طوال العمر ويستمر الناس في مشاهدتها عقودا وربما قرونا قادمة، وذلك قبل التغيرات التي حدثت للفن المصري. أذكر أدواره في ليالي الحلمية كابل لسليم البدري، ودوره في الراية البيضاء وأربيسك. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب خناقة ياسمين عبد العزيز ونور هشام سليم؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.